السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نار التفوق والإبداع مع سلسلة فوائد من كتاب قصص تفوق مع نظرات تعمق. يقول لك هذا الكتاب: لا تكن قوالا وكن فعالا، ولتعلم أن التصريح بآمالك وطموحاتك في كل مكان وزمان يضرك أكثر مما ينفعك. فبعيدا عن العين والحسد، من أهم النصائح للنجاح أن لا تخبر الناس عما تنوي القيام به إلا بعد إنجازه، لأنك بمجرد الإفصاح به قد تفقد الرغبة في تنفيذه، وقد يجعلك أسير الضغط والشعور بالخوف من الفشل. بالكتمان تبعد نفسك عن الوقوع في مشكلة الأثر السلبي لأحاديث الآخرين. والقاعدة الذهبية هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقضوا الحوائج بالكتمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.